عندنا في جولة الإعادة المقبلة هناك منافسة كبيرة جدا. حضراتكم عارفين إن بعض الرموز الوطنية والبرلمانيين الكبار فازوا في أو الرموز السياسية فازوا دون جولة إعادة. الأستاذ مصطفى بكري فاز في بمقعد الفئات بدائرة حلوان بفارق كبير جدا عن المنافسين بتوعه، وبنقول له مبروك يا مصطفى يا بكري، ودي مهمة شاقة جدا. أعتقد إن مهمتك في مجلس الشعب اللي جاي أكبر بكتير وأخطر من مهمتك في البرلمانات اللي فاتت وانت لها. الدكتور عمرو حمزاوي ايضا السياسي والناشط السياسي فاز بمقعد الفئات بدائره مصر الجديده والنزهه، بنقول له مبروك يا عمرو. لكن هناك معركه ساخنه جدا في الاعاده بين الدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل والمرشح على مقعد الفئات فردي بدائره مدينه نصر والقاهره الجديده، ومصطفى النجار من الشباب والسياسيين والناشطين المحترمين جدا. أمامه في الإعادة الدكتور محمد يسري أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والمرشح السلفي المدعو من حزب الحرية والعدالة على نفس الدائرة. معركة ساخنة جدا، الاثنين شخصيات محترمة. طول الوقت لازم نكون حاطين في أذهاننا اللي بيتنافسوا مع بعض على المقاعد البرلمانية أو حتى على في الرئاسة أو المناصب نفسها كلهم مصريين، كلهم وطنيين. لا يوجد أي حساب، في المفروض ما يكونش في أي حساب أو اعتبارات للدين أو اتهامات التخوين أو العمالة أو غيره. كلنا مصريين وكلنا وطنيين. أي واحد في الاتنين دول اللي شايفينهم على الشاشة حضراتكم هيكون أي حد فيهم صالح لمصر ووطني. لكن المشكلة الرئيسية هي الدعاية السوداء اللي بتستخدم في الانتخابات الآن. هذا المنشور الذي ترونه الآن بيقول نداء، وللأسف أنا بعرضه وأنا آسف جدا، وبعتقد أنه صب في جبين الانتخابات الحالية. نداء إلى أهالي مدينة نصر والقاهرة الجديدة: لا تخذلوا الإسلام في القعدة بين العالم الجليل الدكتور محمد يسري وبين مرشح الكنيسة مصطفى النجار مدعوم من جهة الكنيسة. والأولاني يريد تطبيق شرع الله لذلك، فالكنيسة ضده. أعتقد أن هذا المنشور أيا من كان من أطلقه، هذا المنشور بيسحب من رصيد مصر كلها. الرجل اسمه مصطفى النجار، والرجل تاريخه اللي شفناه منه تاريخ محترم جدا زي تاريخ المرشح الذي أمامه، الاتنين مصريين. لكن استخدام الدين والطائفية في الدعاية السوداء غير مقبول على الإطلاق. الكنيسة لا تقوم بدور سياسي ولا يجب أن تقوم بدور سياسي، ولا يوجد مرشح كنيسة ومرشح الإسلام، الاثنين مواطنين مصريين. بح صوتنا دائما أن عندما نقول أن المواطنة هي الأساس. هذه المعركة الدائرة في دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة نتمنى أنها تكون معركة نظيفة قائمة على مبدأ البرامج والأفكار والمبادئ. احنا معانا بسرعة الدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل والمرشح على مقعد الفئات في هذه الدائرة. مساء الخير يا دكتور مصطفى. مساء الخير أستاذ مجدي، أهلا وسهلا. معلش احنا واخدينك من حملتك الانتخابية واخدينك من بقايا الفرز وغيره والكلام ده. نعم كيف استقبلت هذا المنشور؟ يعني أنا أستاذ مجدي للأسف يعني فوجئت بهذا المنشور وهذه يعني الدعايه التي اعتبرها يعني خطيئه سياسيه تلوث وتشوه يعني وجه الانتخابات الجميل حتى الان. مصدوم فعلا يعني مما اقدم عليه المنافسين من يعني تحويل المعركه السياسيه من معركه ما بين برامج انتخابيه وبين رؤى سياسيه الى استقطاب ديني. والغريب يعني أننا يعني حين ننادي الآن بفكرة المواطنة والديمقراطية في أول تجربة انتخابية يقوم البعض بهدمها، يعني يريدون تحويل المعركة إلى استقطاب ديني بين مسلمين ومسيحيين. وأنا أعتبر يعني أن ما حدث هو فعلا جريمة كاملة الأركان، شارك فيها عدد يعني كبير من القوى السياسية التي تقف أمامي في الدائرة. يعني دعني أقول للمشاهدين ما حدث باختصار. هذا المنشور الطائفي البغيض تم نشره أول مرة على الصفحة الرسمية للمرشح المنافس الدكتور محمد يسري، وهو مرشح سلفي مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين بدائرة مدينة نصر، وتم تداوله على جميع المنتديات السلفية. وللأسف منذ قليل وصلنا أنه تم طباعة هذه الصورة وتوزيعها في عدد من الأماكن
العشوائية الموجودة في الدائرة، وفوجئنا يعني صفحة حزب الحرية والعدالة بشرق القاهرة تقوم بخطيئة أخلاقية أيضا. معلوم أن ما نسب وما سمي بقائمة الكنيسة كان تم نشره بموقع اليوم السابع، وكان الاسم الموجود اللي بتدعمه الكنيسة طبقا لهذه الوثيقة الكنيسة نفتها كان السيد فوزي السيد. قاموا يعني بتغيير هذه الصورة عبر الفوتوشوب ووضع اسمي مكان اسم فوزي السيد حتى يقولوا أنني فعلا مدعوم من الكنيسة، كما قال يعني كما قالت حملة المرشح السلفي أمامي. وفي هذا أيضا نوع من التدليس والكذب والتزوير، وأعتقد أن هذا يعني للأسف يعني يصدر ممن يقولون يعني الإسلام هو الحل، وممن يقولون يعني نريد الحكم الإسلامي. لا أعتقد أن ما تعلمناه من الإسلام وما تعلمناه من الأخلاق والمبادئ يبيح التزوير والتدليس ويبيح يعني التحريض الطائفي والتمييز بين المواطنين على أساس دين. دكتور مصطفى خليك معايا على الخط لو سمحت، ما تقفلش معانا. معانا مين يا جماعة؟ الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي. مساء الخير يا دكتور يسري. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. الله، حضرتك سمعت كلام الدكتور مصطفى النجار؟ والله انا سمعت كلام الدكتور مصطفى النجار، وانا بقول له يعني ربنا يوفقك، انت كنت رجل من الرجال الشباب مصر اللي شاركوا في الثوره، ودلوقتي حان الوقت لبناء الوطن اللي كلنا بنشارك فيه، كلنا بنعرض افكارنا ومبادئنا بحريه تامه على شعب مصر، وبعد كده شعب مصر بيحدد من يختار، وهو عنده كامل الاهليه والرشد ان هو يعرف المبادئ اللي هتفيده والمبادئ اللي هتهدمه. الحاجه الثانيه، احنا كحزب النور احنا عارفين كويس جدا ان الاهداف لا تنفصل عن الوسائل، بمعنى ان انا اذا كان هدفي مشروع لابد الوسيله اللي بتوصلني للهدف تكون مشروع. يعني إذا كنت أنا بنادي بالشريعة وبقول الشريعة فيها صلاح للمجتمع وصلاح للفرد، يبقى لازم الوسيلة اللي هتوصلني للكلام ده لازم تكون وسيلة مشروعة. ما ينفعش فيها الكذب، ما ينفعش فيها التدليس، ما ينفعش فيها الغش، ما ينفعش فيها اتهام المنافسين، ما ينفعش إن أنا أدغدغ مشاعر الناس بشيء معين. علي إن أنا أعرض منهجي وأعرض أفكاري ومبادئي وخطتي. لو أنا ربنا عز وجل استخدمني علشان اطبق الخطه دي، انا عندي اهداف ومبادئ هتفيد البلد في الزراعه، في التعليم، في الصناعه، في الاقتصاد. دكتور يسري، هل هذا المنصور، ما رايك في هذا المنصور؟ لا طبعا انا لا اوافق عليه ابدا، ولا يعني انا اؤيده. يعني هذه يعني الافكار يعني الباليه، ينبغي ان يعني احنا ننأى بانفسنا ونستخدم اسلوب ثاني بيعتمد على العقلانيه في الكلام، احترام مشاعر الناس، ان احنا كلنا ابناء وطن واحد. إذا كان أنا لي منهج إسلامي وغيره شايف منهج آخر هو اتخذه، خلاص أنا بعرض منهجي على الناس ومبادئي وأفكاري وخطتي الانتخابية، والناس حرة تختار. طب دكتور يسري، بماذا تفسر نشر هذا المنصور على الموقع الرسمي للدكتور محمد يسري مرشح النور السلفي؟ والله أنا ما أعرفش الحقيقة، أنا ما أعرفش الموقع بتاع الدكتور محمد يسري، وهو مش تابع لحزب النور، وفي نفس الوقت ما أعرفش إذا نشر على موقعه ولا ما نشرش. يعني ينبغي الاتصال بالدكتور محمد يسري ويسأل. ولكن انا لا اؤيد يعني ان احنا ننشر مناشير نقول ان اذا كان الاسلام يعني هيستخدمنا فالاسلام هيستخدمنا. الاسلام غني عن اي حد طبعا، احنا اللي محتاجين للاسلام، احنا اللي محتاجين ان احنا نكون تحت رايه الاسلام. اذا ما كناش احنا هننصر الاسلام، ربنا هيجيب ناس غيرنا. ولكن مش معنى كده ان من يخالفنا هنتهمه بالخيانه ومعاداه الاسلام وان هو رجل الكنيسه. نرفض الاستقطاب على اساس ديني، نرفض الاستقطاب على اساس التخوين، نرفض ان احنا نهمش الاخرين او نتهمهم في عقائدهم. يعني دكتور يسري، دكتور يسري معانا، معانا الدكتور مصطفى النجار ايضا، اتمنى ان يدور حوار بينكم دكتور مصطفى. ايوه استاذ مجدي، مع حضرتك. حضرتك سمعت اللي قاله الدكتور يسري حماد؟ رايك؟ يعني انا سمعت ما قال الدكتور يسري، وهو كلام محترم يعني يستحق التقدير والثناء، ولكن يعني اعتقد ان يعني جميع التيارات الاسلاميه والاحزاب الدينيه يجب ان يكون لها موقف صريح وواضح الان، اما ان تكون مع الاستقطاب الديني والتحريض الطائفي، واما ان تكون ضده. يعني انا يعني منذ قليل اتصل بي عدد من شباب الدعوه السلفيه وعدد من الشباب المنتمين لبعض الاحزاب السلفيه، وقالوا لي اننا يعني نستنكر ونرفض هذه الممارسات.
وهذه الممارسات، وسنصدر بيان باسم شباب الدعوة السلفية لرفض ما حدث واستنكاره وإدانة من قام به. فيعني أعتقد أن دور الدكتور يسري حماد وجميع الإخوة السلفيين الذين نرحب يعني بانخراطهم في العمل السياسي أن تكون مواقفهم واضحة، لأن السكوت على يعني هذه الممارسات وعلى هذه الخطايا سيلوث وجه الإسلاميين بشكل عام، سواء سلفيين أو إخوان أو غيرهم. ونحن نبدأ حياة سياسية جديدة يجب أن يحدث فيها تمايز واتفاق على أسس المنافسة الشريفة. فيعني ما حدث معي في دائرة مدينة نصر. دكتور مصطفى النجار، دكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل ومرشح على مقعد الفئات فردي بدائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة اللي داخل جولة الإعادة قدام الدكتور محمد يسري، أولا احنا بنشكرك جدا ونتمنى التوفيق لمصر في هذه الانتخابات، أن يختار أهالي دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة الأصلح لمصر، وأن تنتهي مسألة الدعاية السوداء والدعاية الطائفية. وأنا بعتقد أن كلام الدكتور مصطفى النجار كلام محترم جدا، وكلام الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي اللي بنشكره جدا كلام محترم قوي، وهو بيستنكر ده ورافض هذا الأسلوب. وأعتقد أيضا أنه من المهم أن نؤكد دائما أن الكنيسة المصرية هي جزء مهم من نسيج الوطن في مصر، وأن الأقباط والمسلمين هم مصريون في الأساس، ولا يوجد شيء اسمه دعاية طائفية أو دين ودين في الانتخابات. نحن نختار الأصلح دائماً.